عن كثير من الأمور. يا سلام. يقول في أبياته، يقول لك العيد ما يحتاج كثرة هدوم، يحتاج وصل وسلام ومودة. عايد بني عمك خصص لهم يوم، وباب الزعل والكره والبغض سده، وزور اللي ذي ما يقدر يصوم ويقوم، الشايب اللي هده الكبر هده، وزور المريض اللي جفت عينه النوم، اللي له دهور طريح المخدة. سلامنا لابن فطيس في هذا اليوم، وقصيدة